تحدثنا أكثر من مرة عن قصة المهندس علي أبو القاسم المصري اللي اتحكم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب المخدرات. تلك القضية الملفقة للقضاء في مصر برأه وقبض على ناس تانية وقال إن هم الجناة وحكم عليهم بالمؤبد. والسيسي اتدخل وضغط وأبصر إيه، وفي الآخر السعودية رمت كل ده في القمامة. وبعد ما كانت وقفت حكم إعدامه ما تعرفش بيعاقبوا السيسي على إيه، أعادوه مرة أخرى وفيه غدا جلسة تأييد حكم الإعدام. زوجته وصلت الدفاع عن قضيته ووصلت جولتها في محافظات مصر للمطالبة بدعم الشعب المصري. دكتور مهندس علي، النهارده بكلمكم من الإسكندرية، أنا جيت هنا الإسكندرية للشعب، الإسكندرية رجالة أصلة، جيت هنا علشان خاطر يدعموني، يدعموني ووصلوا صوتي للرئيس وصرختي للرئيس أنا وأولادي. أنا خلاص فوزي بحكمتي يوم الخميس، مش عارفة هيحصل إيه في بعدي، لأن هلف في بلد بلد، هكون معاكم في مكان مكان، هثق ببراءة جوزي عشان كله يسمعني وكله يدعمني. أنا مش جاية أتظاهر، مش جاية أعمل حاجة، أنا جاية بس محتاجة شعبي بلدي، محتاجة كل واحد في الشعب المصري يقف جنبي ووصل صوتي للرئيس. جوزي محاكمتي يوم الخميس، أنا مش مطمئنة ومش مطمئن ولا حد يقول لي براءة ولا سيادة الرئيس اتدخل غير لما ألاقي جوزي هنا في مصر. وقت ما جوزي يجي هنا في مصر ويوصل مصر، وقتها تقدروا تقولوا لي مبروك، تقدروا تقولوا لي براءة. أنا عايزة بس تقوموا صوتكم للصوت، أنا جاية هنا من أسوان، أنا جاية من أسوان وسايبة أولادي، سايبة أولادي الثلاثة الأطفال بقى لهم خمس سنين ما شفتوش باباهم، سيادة الرئيس اتدخل في الموضوع، سيادة الرئيس اتدخل، جوزي اتبرع في السعودية ورجعوا تاني أدنوه واتحكم عليه بالإعدام تاني. أنتوا مستنيين إيه طيب يعني؟ مستنيين واحدة ست بتبكي عشان راجلها؟ مستنيين إيه تاني؟ اللي بتقول احنا بنحمي الشعب وبنحمي الشباب، نحمي الست الغلبانه بقت في دايره بس الشعب يضم صوته لست اهل اسكندريه يا جدعان. استني انت يا ريس، رجاله انا مش طالبه حاجه، لما ست بتبكي مش انت اللي الستات بتحبك والستات بتعطف عليها؟ انت الست هي بتبكي قدامك. زوجة علي أبو القاسم وصلت مشوارها وانتقلت من اسكندرية لوسط القاهرة بالقرب من دار القضاء العالي. أنا هنا النهارده في القاهرة جنب دار القضاء العالي، جاي اناشد كل مصر في القاهره انه يقف جنبي. جوزي محاكمته بكره لو سمحتوا، عايز الكل يقف جنبي. انا بناشد، انا مش جاي اعمل مظاهرات، مش جاي اعمل تجمع، انا مش ضد حد، انا جايه بس اوصل صوتي ان الكل يقف جنبي، ان الكل يوصل صوتي لست الرئيس. ارجوكم لو سمحتوا، انا عايزه تفعيل انابه قضائيه، انا مش عايزه اكتر من حاجه غير السعوديه تفعل انابه قضائيه. بكره جلسه جوزي، ارجوكم يا ريت الكل يقف معايا لو سمحتوا، كله يفعل هاشتاج، كله يفعل هاشتاج، كله يقف معايا. انا مش عايزه حاجه تتغفل لسياده الرئيس، بكره بحكم جوزي، ارجوكم الكل يفعل هاشتاج معايا، كله يقف معايا يا سياده الرئيس. انا عايزه صوتي، انا عايزه اقابل حضرتك، ده جوزي، انا مش عايزه حاجه غير تفعيل الانابه القضائيه، واطلب من السلطات السعوديه توصيل صوتي للسلطات السعوديه. حقيقي انا خايفه، خايفه جدا، قلقانه جدا على جوزي. لو سمحتوا فعلوا هاشتاج يا سياده الرئيس، ثلاث اطفال بكره هيعرفوا مصيرهم ايه، باباهم راجع ولا مش راجع. ارجوك يا سياده الرئيس اسمع صوتنا، اسمع صرختنا انت والمصريين. ده كان بث مباشر، ولان في مصر ممنوع التصوير فما بالك بالبث المباشر. كان انت عارف في مصر كان في زمان لافته تشوفها عند المنشآت العسكريه اسمها ممنوع التصوير. دلوقتي مصر كلها، كل شبر في مصر ممنوع فيه التصوير. السيده ابتسام اتقبض عليها هي واللي بتصورها عشان خاطر مصر ما تستهواش، عشان خاطر هي بتقول مشكلتها وبتطالب الشعب والزعيم يقف معاها. بشوف شوارع القاهرة، لا مش عايزة حاجة، مش عايزة مظاهرات، مش عايزة شغل، أنا كل طالبة بس تفعيل إنابة قضائية. لا آسف يا ست الرئيس، لو سمحت. أنا أنت مين؟ أنت مين؟ أنا الدكتورة أميرة. إيه؟ مين اللي صورتها في الشارع؟ إيه؟ مين اللي كلمتها في الشارع؟ مين اللي قالي؟ أنت مين؟ أنت بتعملي إيه؟ بص أنت بتصوري؟ مصر سنة 2021 مصيبة، اقبض عليها فورا. رجالة ستات أطفال اقبض عليهم. ست جوزها
ممكن يؤيد حكم الإعدام بكرة. لا ما تتكلمش ولا تصور ولا تفتح بقها، اتقبض عليها وبعد ساعات من القبض عليها وتضامن الناس معاها افرج عنها منذ قليل. انا دلوقتي في القطر متجه لاسوان، انا بحب اطمنكم عليه، انا بخير مفيش اي حاجه حصلت، هو كان سوء تفاهم وعدى على خير مفيش اي حاجه. انا دلوقتي متجه رايح اسوان عشان طبعا محاكمه جوزي زي ما انتم عارفين بكره، محتاجه دعوتكم، محتاجه تفعيل الهاشتاج زي ما احنا هنستمر براءة جوزي الحقيقيه لما امسك ايده في المطار ان شاء الله باذن الله، ويرجع لارض الوطن سالم غانم يا رب. دعواتكم معانا باقي ساعات على المحاكمه بكره. انا دلوقتي متجهه في القطر اهو عشان لازم اروح احضر هناك طبعا، يعني استماع المحاكمه لازم تكون بين اولادي في اسوان عشان اطمنهم عشان احضنهم باذن الله ان شاء الله. كلنا نحتفل بكره بالبراءه ونطق البراءه، اتمنى لعل وعسى زي ما احنا مع بعض، ربنا ما يحميش منكم. شكرا لحضراتكم جدا على علاقتكم، هو سوء تفاهم والحمد لله عدى على خير. شكرا لحضراتكم وبحبكم جدا، السلام عليكم. فيش اي كلمات حقيقه. خلصنا في حكايه علي ابو القاسم وزوجته والابتلاء اللي هم فيه، خلصنا كل الكلام. ربنا يفك كربهم.